عدد ما خلق، وما خلق من الجن ولا الإنس ولا الطير ولا الوحش، في الكون كله مخلوقات الله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق. شو بقى ملء السماوات وملء الأرض؟ الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض. إيه الموجود في السماء والأرض؟ عد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض. والحمد لله عدد كتابه، عدد الحروف والكلمات اللي في كتاب الله سبحانه وتعالى. والحمد لله عدد ملء كتابه. والحمد لله ملء كل شيء. وتسبح الله مثلهن، يعني سبحان الله عدد خلقه وملء خلقه، سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض وملء ما في السماوات والأرض، وهكذا. يبقى انت حمدت وتسبح الله مثلهن، تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك، يعني أولادك من بعد. إن يقول كده، فلما تيجي تحمد ربنا ما تقولش الحمد لله، الحمد لله عدد قطرات الأمطار، الحمد لله عدد ورق الأشجار، الحمد لله حمدا كثيرا. في بعد ما الإنسان يقول سمع الله لمن حمده، كان من هديه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهكذا الإنسان كذلك. حديث ثالث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل الحمد لله كثيرا. طب والرجل الملك عاوز يسجله، هو قال الحمد لله ايه؟ كثيرة. كثيرة قد ايه يعني؟ 10، 20، 100، 1000، 1000000، قد ايه؟ فالملك يعني لم يعرف ماذا يكتب، هو قال الحمد لله كثيرا، فأعظمها الملك أن يكتبها، ورجع فيها ربه عز وجل، فقيل له اكتبها كما قال عبدي كثيرا. وما لكش دعوة، على قدر اطلاع الله على نيته، هو بيحمد من القلب فعلا وبيستشعر نعمة ربنا ولا لا، ولا بيقولها مجرد لسان، اكتبها كما قال كثيرا، والله عز وجل يأجره عليها. كذلك الله سبحانه وتعالى كما أنه هو المستحق للحمد، فهو كذلك يحمدك. إذا قلت الحمد لله هو يحمدك. إخوانا ولله المثل الأعلى، لما إن واحد قدم لك خدمة فقلت له شكرا، فيقول لك إيه؟ يقول لك إيه وكده أشكرني؟ ولا يقول لك لا إحنا تحت أمرك، الله يجزيك الخير، في أي وقت إحنا تحت أمرك، صح ولا لا؟ هكذا الإنسان البشر، فكيف بالله عز وجل؟ فهو إذا ما حمدت ربك حمدك أنت، وزادك وأعطاك ومنحك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الذي كلنا يحفظه، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره. طب ليه؟ عشان ما يأذيش الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فشكر الله له، يعني ربنا قال له متشكرين إن أنت حملت الأذى وعزلت الأذى عن طريق الناس، فشكر الله له فغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن شوك عزله عن طريق الناس. إذا أنت لما عملت يعني خير ومعروف مع الناس ربنا حمدك وشكرك عليه. ولا أدل على هذا أيضا من حديث الرجل الذي اشتد به العطش فشرب، ثم خرج من البئر فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ ذلك الكلب مثل الذي بلغ بي، فنزل إلى البئر وملأ خفه وأمسكه بفيه وتسلق وصعد إلى البئر فسقى الكلب، فإيه اللي يحصل؟ فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. إذن مش إن أنت مطالب فقط إن ربنا لما يديك نعمة تحمده عليه، ده إن أنت أي معروف تعمله سوف يشكرك ويحمدك الله عز وجل عليه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الطعام واللباس، في حد ما بيلبس ملابسه وبيغير ملابسه كل يوم؟ في واحد ما بيأكلش في اليوم؟ لا بد يأكل. ف
فكان دائما يقرنها بالحمد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، إيه اللي حصل له؟ ربنا يبارك له في الرزق؟ لا يا إخواننا، أجر كبير، غفر له ما تقدم من ذنب. زي اللي صام رمضان. أي والله، مش ربنا، مش رسول، مش هو الحديث، هو من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. طب واللي يأكل ويشرب؟ فقال الحمد لله الذي أطعمني وسقاني بغير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنب. كأن ربنا يقول لك كل من نعمي وأغفر لك ذنوبك كمان، بس خليك عبد معترف، اعترف بنعم الله، قل له شكرا يا رب. صعبة يا أخوانا، عرفتوا أن الجنة ببلاش والنار بفلوس؟ من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنب. ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إذن هذه فرصة لأن الإنسان يكثر من حمد الله عز وجل. وكذلك من أفضل النعم التي يحمد الإنسان ربه عليها ومش واخد باله هي كمال الشرع والدين. إخواننا، من نعمة ربنا أنه هو خلقك وحدد لك هدفك في الحياة وأسبغ عليك النعم وقال لك خد ده البرنامج، القانون، الدستور اللي تمشي عليه في الحياة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إذا ما كنتش عاوز لا تبقى في شقاء ولا في تعب ولا في نصب وتعيش سعيد مبسوط، هذا هو الكتاب، هذا هو القرآن، منهج، دستور، بروجرام امشي عليه. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وعاوز تتأكد إن دي نعمة كبيرة، شوف الناس دلوقتي، القرآن موجود، النص القرآني والنص الحديث النبوي موجود، ومع ذلك الناس بتختلف، وفيه ناس بتقتل بعض باسم النص القرآني وباسم الحديث. أمال لو ما كانش موجود نص بقى كان الناس عملت في بعض إيه؟ إذن وجود الشرع والدين وكمال الدين هو من تمام النعمة. ولذلك قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك إيه اللي يخلينا وبقى والقرآن موجود والسنة يكون في هذا البلاء وهذا التفرق والتشرذم؟ اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. في خمس أشياء ربنا عافينا من الابتلاء بها ولا ندرك هذه الأشياء. أول حاجة: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، لم تظهر الفاحشة في قوم قط وهي الزنا والعياذ بالله، حتى يعلنوا بها ويفتخروا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. لما تشوف البلاء اعرف إن هو إن الناس ما شكرت نعمة ربنا بل استغلت النعمة في المعصية. عندما ينتشر الزنا ويعلن الناس به ويتفاخرون به تبقى هناك أمراض وأوجاع وأسقام لا توجد في من قبلنا. رقم اثنين: ولم ينقص المكيال والميزان. احمد ربنا مديك أكل وشرب وبتكيل بالمكيال والميزان، بدل أن أنت تحمد ربنا وتشتغل بالحلال تعمل إيه؟ تطفف في الكيل والميزان. والله قال: ويل للمطففين. يقول: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. أول ما تلاقي الأسعار غلت وتلاقي السلطان والحاكم ظالم مستبد يتسلط على الخلق وتجد أن هناك ظلم، اعرف أن الناس لم يشكروا الله على النعم بل إنهم يطففوا ويغشوا ويدلسوا في المعاملات فيما بينهم. قال صلى الله عليه وسلم:
ولم يمنعوا زكاة أموالهم. يا رجل 2.5%، 2.5%، يعني لو معك 1000 قرونة هتدفع كام؟ 25، لا شيء. يقول: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ما تلاقي في قحط والسماء لم تمطر، اعرف إن الناس بخلت بأموالهم وزكواتهم. ولولا البهائم العجماوات، ربنا بيرزقنا عشان ما لهاش ذنب انها تموت من العطش، ولولا البهائم لم يمطروا. يقول صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. لما تكون معاهد انسان وتقول له أعاهد الله ان انا هوفي، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذ بعض ما في ايديه. لما تلاقي الدول جايه بتتكالب علينا كده لان احنا مش اوفياء، خلنا عهد الله وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله عز وجل كما في سوره الانفال: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. يقول صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله، يسيب الشرع ولا يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى ويذهب إلى قوانين شرق أو غرب ويحكم الناس بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان ويتخير مما أنزل الله، تعجبه من الدين يكون الدفن على الشرع الإسلامي. طب والبيع والشراء؟ لا لا بلاش، ناخده بالطريقة الإنجليزية. في أمر الصلاة على الشريعة الإسلامية نصلي. طب ولما تيجي تبيع وتشتري بره؟ لا لا، نشوف الدنيا عاملة إيه. هذا خطأ. ويتخيروا مما أنزل الله، بياخد بينقم الدين على مزاجه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا والعياذ بالله. طيب، ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. خلافات، مشاحنات. يا أخي تجد واحد ربنا من عليه آكل شارب نايم ساكن مبسوط، والتاني كذلك، وبرضه خلافات في منه. طب تختلف ليه؟ ده جايز الواحد جعان مش لاقي لقمة فبيشكل أخوه عشان ياخد اللقمة منه، جايز واحد ما معهوش فبيشكل مع أخوه. لكن ده أنت حتى بين الدول، الدولة عندها طعامها وشرابها، طب ليه بتطغى على الدولة الأخرى؟ بأسهم بينهم شديد، لأنهم لم يعملوا بشرع الله عز وجل. ولذلك يجب على الإنسان إذا ما وجد أي فساد أو بلاء موجود يعلم أن ذلك بسبب ما اكتسب الناس من الذنوب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. كذلك حمد الله عز وجل يتعدى الزمان والمكان. يعني أنت بتحمد ربنا لمدة دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا على الأمس ولا اليوم ولا الغد. وكذلك المكان، بتحمده في المسجد فقط ولا بتحمده في المسجد وفي البيت وفي الشارع وفي العمل وفي كل مكان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لك: لا، الله له الحمد المكان كله. فيقول: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. في كل مكان له الحمد، وكذلك له الحمد الزماني، له الحمد في الأولى وفي الآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. بل الناس مفكرين أن ربنا بيطلب مننا الحمد عشان عايشين في الدنيا نحمده. حتى في الجنة، والله في الجنة أول وأفضل شيء يقول المؤمنون عندما يدخلون الجنة إيه؟ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. كدر الدنيا ومتاعب الدنيا، احنا جينا للراحة. كأن هو لما دخل الجنة: الحمد لله، ارتاح. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ويقول كذلك أهل الجنة في الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بل من نعم ربنا في الجنة على المؤمنين مش هو بينعم بأنهار،
من عسل من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. خيرات من ضمن النعم أنك تحمد الله عز وجل، فيلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس. في واحد لما بيجي بيتنفس بيختار، بقول اتنفس ولا ما تنفس، تلقائية شغالة سبحان الله، ولو توقف لمات الإنسان. كذلك المؤمنين في الجنة خلاص، شفت الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ما يتعبوش. المؤمنون إذا ما دخلوا الجنة وفازوا برضوان الله يلهمون التسبيح الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس، فعلى كل الحال وعلى كل الأوقات يحمدون الله سبحانه وتعالى. وكذلك من تمام الحمد لله أنه لا ينسب الشر إليه، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. والعلماء بيقولوا في تأويل هذا الحديث أربعة أقوال. معنى الشر ليس لله سبحانه وتعالى أي لا يتقرب بالشر إلى الله، فعش واحد يروح يقول هظلم إنسان عشان ربنا يرضى عنه، لا يتقرب إلى الله بالشر، أو لا يصعد إلى الله عز وجل أي لا يقبل من الأعمال الشر، لا يصعد إليه إلا الطيب من الأعمال، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الأمر الثالث أنه لا يضيف الإنسان الشر لله تأدبا، كما قال سيدنا إبراهيم خليل الرحمن الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت أنا إذا مرضت أنا مش وإذا أمرضني، وإذا مرضت فهو يشفي، فينسب الشر إلى نفسه ولا ينسبه إلى الله تأدبا. أو الرابع أنه يقول أن هذا الشر اللي أنا فكرت المرض لما جاني ده شر، ده هو خير، لأن الحكمة في هذا المرض الذي أتاني وأصابني الله به إنما هو لحكمة يعلمها الله، علمها هو وغابت عني أنا، ولذلك والشر ليس إلي. كذلك إذا كنا إحنا عاوزين بقى نطبق اسم الله الحميد في دنيانا ونبدأ نعمل به مش نقوله بس، أول حاجة إن أنت تقدم المعروف للناس وتعمل الخير للناس، ولما بتعمل الخير للناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. رقم اثنين، إن لسان ذات نفسه لا يكف عن الحمد لله بالليل وبالنهار في السراء والضراء وفي كل الأحيان، وعلى الأقل عند الطعام وعند الشراب. أذكر تاني بالحديث اللي يعتبر غنيمة لنا، من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني أو رزقني هذا الطعام من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. أنتوا مش ملاحظين يا أخوانا إن ربنا تيجي تلبس ثوب يغفر لك، تأكل يغفر لك، تصلي يغفر لك، تتوضى يغفر لك، عاوز يخليك إيه؟ طاهر. بس المشكلة بقى إن واحد عنده الماء اللي بينظف جسمه وهو ماشي عرقان وريحته ربنا أعلم بها وعلى جسمه القذر والوسخ ومش عاوز يغسل، طب نعمل له إيه ده بقى؟ ما هي كده يعني الصلاة، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه خمس مرات هل يبقى من ضرنه شيء؟ قال لا، قال كذلك الصلوات الخمس. الأذان، عندما الإنسان يؤذن وينادي وينادي المؤذن ويدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة غفر الله له. الإنسان يتوضأ فتنزل كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذلك اليدين وكذلك الرجلين. زي ما احنا قلنا في الشرب في اللبس، حتى عندما تنظر في المرآة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. إذن هناك محطات للتطهير والتنظيف والتجميل، بس من اللي ينظف نفسه ومن الذي يتخفف من المعاصي والذنوب وهكذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت، حتى لو تلخبطت وقلت واحدة قبل واحدة مش مشكلة. إيه هما؟ سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك قال في رواية أخرى: أربع هن من أطيب الكلم وهن من القرآن، يعني مأخوذين من كلام القرآن. قال رسول الله صلى الله وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كذلك في رواية أخرى حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولذلك ربنا في سورة الكهف يقول إيه؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال المفسرون: الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن المال والبنون هيروحوا أول ما تنتقل من الدنيا، لكن هذه الأذكار والكلمات ستبقى معك حتى في قبرك وبعد موتك. وكذلك أم هانئ بنت أبي طالب قالت: مر بي الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت، شوفوا يعني دي غنيمة برضك، فقلت: إني قد كبرت وضعفت، أنا بقيت كبيرة في السن وضعيفة، كنت الأول أجري أتصدق أساعد في الخير أصلي أروح آجي، أنا دلوقتي كبرت في السن وضعفت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قل لي على عمل أعمله كده وأنا قاعدة، أنا ست كبيرة في السن ما أقدرش أعمل حاجات كتير. فيقول لها إيه؟ فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل. لما تسبح ربنا 100 مرة كأن أنت جبت كم رقبة؟ 100 رقبة، يعني 100 عبد اشتريتهم بمالك وجعلتهم أحرار لله. واللي بيعتق عبد من العبودية في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. فتخيل بقى واحد أعتق 100 عبد، ده إيه؟ عشان قال سبحان الله 100 مرة. واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله. لما تقول الحمد لله 100 مرة كأن جبت 1000 فرس وجهزتيهم عشان الناس يروحوا يحاربوا بها في سبيل الله وينشروا دين الله. وكبري الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة، يعني 100 ناقة أو جمل محطوط في رقبتها القلادة، راح دية هدي لبيت الله الحرام تذبح وتقسم على فقراء الحرم. ده لما يعمل إيه؟ الله أكبر 100 مرة. يعني الواحد فينا يا أخوانا لما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة يبقى كأنه أعتق 100 نفس، كأنه جهز 100 فرس في سبيل الله، كأنه أهدى 100 بدنة وجمل لبيت الله الحرام. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى اصطفى من الكلام 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهكذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر، عاوز تذكر ربنا قل لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء، عاوز تدعي ربنا قل الحمد لله. يعني أنا لو أنا عاوز ربنا يعمل لي مصلحة أقول الحمد لله، وهو أنت لما حمدته لئن شكرتم لأزيدنكم سيعطيك. يبقى أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وهكذا الإنسان تخيل من ضمن الاستفادات أنه لما يحمد ربنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله سيكتسب حب الله في قلبه، وإذا أحب ربنا أحبه الله، وإذا أحبه الله أعطاه، وإذا أعطاه أدهجه بعطائه جل في علاه. فدي وسيلة من وسائل محب الله، إن أنت دائما تثني عليه وتحمده على نعمه. ومن ضمن الأشياء إن أنت لما تلاقي واحد بيمدحك ويقول لك يعني شكرا قدمت لي خدمة أو قدمت لي مصلحة، اعرف أن هذا من ستر الله عليك. إذ لو أنك أنت قدمت مصلحة نعم وخدمة لإنسان،
بس لو هذا الإنسان اللي قدمت له الخدمة يعرف بلاويك والذنوب والمعاصي اللي عندك، والله ما كان طلب منك أصلا. ولذلك يقول ابن عطاء: من مدحك إنما مدح ستر الله عليك. اللي يقول لك شكرا أنت إنسان كويس، ده هو مش بيمدحك أنت، ده بيمدح إن ربنا ستر بلاويك ومعاصيك وذنوبك. ولذلك قال سفيان بن عيينة: لولا ستر الله عز وجل ما جالسنا أحد. لو أنت تعرف ذنوب الإنسان اللي قاعد يكلم معك ده ما هتقعد جنبه، لولا ستر الله عز وجل ما جالسنا أحد. وقال آخر: لو كان للذنوب رائحة ما جالسنا أحد. لو الذنوب والمعاصي لها ريحة ما كان حد قاعد جنبنا، لأن الإنسان بطبيعته خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذلك من ضمن الاستفادة من هذا أيضا إنك تشجع غيرك. تخيل لما يكون واحد كده بيعمل عمل وتشجعه فينتج أكثر، بيسموها التربية الإيجابية. أنت تمدح وتشجع الإنسان فيعمل أكثر. فلما تلاقي واحد مثلا جاي بيصلي وشفته بقاله يوم ولا اتنين في الصلاة، قول له: بسم الله ما شاء الله، أنا شايفك من الناس المحافظين على الصلاة، يوم يتشجع يصلي أكتر، وأنت تأخذ الثواب. فهذا أمر أيضا من الأمور التي يجب أن نستفيد بها. ولذلك يا إخواني، الإنسان بقى عشان يسأل نفسه أسئلة كأنها كده اختبار لنفسه: هل أنا فعلا استفدت من اسم الله الحميد ولا لا؟ أولا: هل تحمد الله على الضراء كما تحمده على السراء؟ أول ما بيجي أي مصيبة أو بلاء تقول الحمد لله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. رقم 2: هل تحافظ على هذه الأذكار والأحاديث التي قلناها: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة حتى يغفر لك ما تقدم من ذنبك، عند الطعام، عند الشراب، عند الملبس، عند كل شيء. كذلك هل أنت لك ورد كل يوم حتى وإحنا في العشر الأواخر؟ مش إحنا قلنا اللي يقول سبحان الله يبلو كذا، واللي يقول الحمد لله كذا، والله أكبر كذا؟ طب إيه رأيكم أن نخلي في العشر الأيام ده هي كل يوم 100 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ يبقى ربنا يعطيك ثواب الصدقة وثواب الجهاد في سبيله، وكذلك ثواب النفقة لعتق الرقاب. كذلك هل أنت عندما يزدي إليك أخوك معروف نفعك أي منفعة أو قال لك أي حاجة كويسة، هل أنت شكرته؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لما تشكر أخوك على معروف أزدهولك فأنت تشكر الله سبحانه وتعالى. إذن حمد الله في السراء والضراء، نحاول أن احنا نحمد الله عند الطعام والشراب والملبس وغير ذلك، وتحمد ربنا أنه سطر عليك ذنوبك ولم يعلم بها الناس، وإن يكون لنا ورد يومي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة. وإن أنت لما حد من الناس يزدي لك معروف: من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، وتقول له: جزاك الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالحمد له. اللهم اجعلنا من عبادك الحامدين، اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك منيبين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. اللهم ألهمنا حمدك وتسبيحك وذكرك يا رب العالمين. اللهم ألهمنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا صلاتنا، واجعلنا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين الفائزين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.